كما تزاديت الاخوان عرفت راسي تحت السماء والارض، ما كاين لا حنين لا رحيم لا اب لا ام لا اخ. كبرت في الخيريه، كنكون غادي غير في الشارع كنلقى بنادم مع با مع امو، انا كتجيني واحد الاحساس ما كيبقى فيه الحال بزاف. كنشوف دراري صغار غادي مع والديهم ولا دراري كبار غادي مع والديهم. السلام عليكم، انا يوسف جابر عندي 21 عام. انا جيت نعود لكم القصه ديالي كيفاش كبرت وحتى دابا. انا كبرت في واحد الحضانه ديال الرباط. ديك الحضانه دوزت فيها 3 سنين صافي، هي فين حولوني عاوتاني لكازا الدار البيضاء، هي فين دوزت طفولتي تماك، دوزت الطفوله ديالي كامله في ديك الحضانه في الخيريه ديال دار بوعزة. وصافي قريت الحمد لله، قريت تماك مزيان، وكلونا شربونا ما نساوش خيرهم الله يرحم لهم الوالدين. ولكن ملي كتوصل واحد السن ديال 18 عام صافي كيقولك صافي وليتي اوتونوم محسوب على راسك. صافي ديك الساعه حنا ما كناش عارفين ريوسنا بالله غنخرجوا غنلقاو مشاكل على برا، وهذه حيت كنا عايشين في واحد البلاصه عادي ماشي شعبيه. صافي الحمد لله خرجت من السانكيام واني سقطت، درت تكوين، عندي جوج ديبلومات ديال، عندي واحد ديال الكتريسيتي باتيمو واحد ديال ريستوراسيون كاليف. الحمد لله شديت هذوك الديبلومات خديتهم. صافي هي فين غنخرج من الجمعيه كتعاني واحد شويه ضروري، ملي كتشوف كتخرج واحد البلاصه ما كنتيش عايش شحال هادي كتجيك غريبه. ولكن الحمد لله واخا قديت براسي واستحملت المسؤوليه لراسي، كيطراو مشاكل وصعوبات ضروري حيت بوحدك ما عندك حتى شي واحد ولا شي واحد اللي في جنبك، راه ضروري كتلقى المشاكل ضروري. صافي دابا كنطلب حاجه وحده من المغاربه الله يرحم لكم الوالدين، انا باغي نستقر وباغي نخدم. انا اخوتي ما عندي حتى شي واحد، ما عندي لا اب لا ام لا عائله لا والو، ما كاينش اللي غيوقف جنبي واللي غيساندني واللي غيعاونني يوقف معايا. عندي الله سبحانه وتعالى هو اللي عندنا عند الجميع. وانا اصلا كنت كاري في اكادير، كنت ما خدامه والو حيت كانت كورونا وهذه، جات مولا الدار قالت خلصني وانا ما عنديش شغل نخلص كرا. صافي هي فين جرات عليا، جيت لهنا للشمال تطوان، بقيت كنقلب في تطوان في المضيق كنقلب على خدمه واخا ما عنديش السكن، المهم كندور كنقلب. ودابا كنترجى المغاربه الله يرحم لكم الوالدين، لا كانت شي المساعده من عندكم نخدم في اي حاجه، ما طالب لا فلوس لا والو، باغي نستقر ونخدم على قد الحال، ما باغي لا فلوس لا حتى شي حاجه. الله يرحم لكم الوالدين. كاين شحال مره كنمشي نخدم كنقلب على خدمه، كاين اللي باغي باش يستغل، كاين اللي باغي على حاجه شو علاش كيشوف حاجه كيقول هذا راه ما عنده لا اب لا ام لا شي واحد غير ما عنده ما يدير ليه، ما غيصور من عندي والو. خدمنا في شحال من حاجه. انا طرالي واحد مشكله مؤخرا قبل العيد، خدمت مع واحد السيد على نيتي، دويت معاه في التليفون قلت له راه باغي نخدم كنقلب على خدمه محتاج خدمه حيت ما كانش عندي البديل. صافي مشيت خدمت معاه، في الاخر ضحك عليا استغني شعرفني ما عنديش والديه وبقى فيه الحال بزاف. جيت خدمت معاه استغني في رزقي، ما عطانيش رزقي، خدمت معاه درت النيه معاه وكنت غادي معاه نيشان معقول، في الاخر هو ما صدقش معقول، صدق نصب عليا، خدمت معاه شهرين ما بغاش يخلص، بقى فيه الحال. صافي قلت صافي زدت في حالاتي، انا ما تعايرت معاه ما والو، صافي زدت في حالاتي. يا فين دابا جيت للمضيق تطوان كندور كنقلب، واخا كنبات في الزنقه ما عنديش البديل، كنا كان عندي البديل راه غنمشي نكري ونخدم. ولكن واخا كنبات في الزنقه كنوض كندور على خدامي، كندور على قهاوي اللي كانت اي بلاصه كنمشي لها كندور نقلب على خدمه ودير جهدي ديالي، والله سبحانه وتعالى راه عالم عليا، والله اللي عالم عليا هادشي اللي كاين. كما تزاديت الاخوان عرفت راسي تحت السماء والارض، ما كاين لا حنين لا رحيم لا اب لا ام لا اخ. كبرت في الخيريه صافي، الخيريه قريت فيها والحمد لله كبرونا وما نساوش خيرهم. صافي ملي كتوصل لواحد السن كتخرج على 18 عام كتخرج من الخيريه كتولي محسوب على راسك، وضروري راه عانيت وكاين صعوبات بزاف حيت ما كاينش واحد اللي في جنبي اللي غيساندني ولا غيوريني ولا غيقول لي شنو كدير ولا غيوريني الخدمه ولا نخدم.
ما لقيتش الله كريم، بقيت بوحدي كنعيش في المجتمع غير بوحدي، ما كاينش شي واحد اللي كيسول فيا ولا مشيت قلبت والو، ما كاينش قلبت، درت مجهودات باش نقلب على والدي وما لقيتهمش الغالب الله. ودابا كنترجى المغاربه الله يرحم لكم الوالدين، كنطلب منكم غير طلب مني هو غير نخدم ونستقر، ما باغي حتى شي حاجه اخرى، لا فلوس لا حتى شي حاجه اخرى. كنكون غادي غير في الشارع كنلقى بنادم مع با مع امو، انا كتجيني واحد الاحساس ما كيبقى فيه الحال بزاف، كنشوف دراري صغار غادي مع والديهم ولا دراري كبار غادي مع والديهم، والحمد لله راه الحمد لله الله سبحانه وتعالى هو اللي بغانا نكونوا بحال هكا، داكشي في باذن الله. ودابا كنترجى غير المغاربه الله يرحم لكم الوالدين، باغي غير نكريو نستقر، انا شاب باقي في العمر 21 عام، راه ماشي باقي صغير وباقي خصو يعرف شحال من حاجه وباقي يدير قدامه مستقبل وشحال من حاجه، بغيت شي واحد اللي يساندني واللي يعاونني نقلب على خدمه ولا نستقر، ما باغي شي حاجه اخرى كبيره. رسالة ديالي المغاربة الله يرحم لكم الوالدين، كنطلب منكم غير باغي غير نخدم ونستقر، الله يجازيكم بخير. كنطلب مغاربة اللي كاين داخل الوطن وخارج الوطن، الله يسر عليكم، الا كانت شي خدمة ولا كانت شي حاجة راه نخدم، ما عندي حتى مشكل، نخدم الحمد لله بدراعي وراجل وقاد بأي خدمة كما كانت، أي خدمة ما كنتحقرش فيها، أنا كنخدم الحمد لله. المهم هاد الخدمة تكون حلال طيبا، ما عندي حتى مشكل، نتوكل على الله وديك الساعة الله سبحانه وتعالى راه غيعاوني ان شاء الله. هادشي اللي كاين الاخوان.